الحالات، كي دايرين حبيباتي؟ كلشي بخير، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ورمضان مبارك. وخرا داز فيه دابا تبارك الله، راه شحال داز فيه اسلام دابا؟ شي 10 ايام دابا ياك؟ حلا 11 ايام، 10 ايام، 10 ايام ولا 11 ايام، تالفين سمحوا لينا. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد، غير فطوري هذا الصراحه، غير فطوري جيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه بالفلفله والسيفود بالكروفات. ها هي، وغنديروا في الصوبه، وغندير شويه في داك الوصفه اللي بغيت ندير بالفلفله ان شاء الله. وخليكم معايا تشوفين في الاخر الفيديو باش تشوفوا، كتجي رائعه وكتجي غزاله وسهل داكشي، ماشي زعما يعني غير طلب لكم شي وقت طويل ولا شي حاجه، وفي نفس الوقت كتاكلوا شي حاجه اللي زويونه، وكتاكلوا شي حاجه جديده اول مره كتصيبوها زويونه. هانتوما معايا تمشيو فين حتى لاخر الفيديو البنات والولاد حتى هما. كما كتشوفوا البنات عندي الفلفله، هانتوما حيت لها داكشي نقيتها، وعندي هنا البيض، وعندي الزعتر، وعندي لاصوص ديال المطيشه، وكنحتاج ليها بارميزان وشويه ديال البزار والبيض كما كتشوفوا، والكروفيت. شحال من بيضه ماما كنحتاجو؟ على حسب تعمريها فهمتيني، حتى يتبان لك عمرات، تبان لك الفلفله عمرات فهمتيني. تقدري ديري وحده، الا كانت فلفله صغيره تقدري ديري جوج، على حسب شحال هزات لك فهمتي، شحال هزات لك. ونكون عندك واحد 10 د البيضات بعدا، ولا هذا ما غتضيعش فيهم، راه غيبقاو. البيض دائما كنحتاجو في الدار، ماشي مشكله لا بقى او هذا. المهم على الاقل ديري واحد 10 تحطيهم حداك بعدا، هي القليله غير، وتشوفي شحال عمرات لك. المهم هادشي اللي كنحتاج لهاد الاكله كما قلت لكم. نعاود المقادير ولا صافي؟ كنظن مفهومين، مفهومين البنات. اوكي، والصوبه غندير غير صوبه كلاسيكيه عاديه. غندير فيها هذا، قولي لي انت، البروكولي. البروكولي سوري. وغندير الماشروم، غندير فيها البروكولي والماشروم، وهذا خيزو مقطع رقيق كما كتشوفوا البنات، ها هو. وهذا ليشو، ليشو ليشو راه زوين للضعف البنات اللي بغات تضعف، هذا غير ليشو، هذا هو اللي كنحتاج للصوبه، وكنحتاج شويه ديال البزار والملح على حسب الذوق. وكنتمنى ما نسيت والو، كلشي مزيان. وهاد سميتو قلتها لهم الزعتر، وهذا غير غنقليه، هاد بحال لانشوبه صغيره، هادي غير غنقليها عاديه كلاسيكيه بالدقيق وشويه ديال البزار، غندير لها شويه ديال البزار والحامض، وبالدقيق عادي غتقلى عاديه بكلشي. لا هانتوما كتشوفوا صغيره، انا باش نرافقوا الفطور ديالنا وصافي، فطور عادي ساهل ماهل، ما عندناش نبقاو نقويو في بزاف ديال الوصفات، كيبقاو غير كيضيعوا في الطبله. بركه هادشي تبارك الله، الله يجعل البركه مع خبيز. المهم هادشي راه كافي تبارك الله، الخضار وكلشي، يعني وجبه مكموله من الخضار من البروتينات تبارك الله، الله يجعل البركه. ايوا ها انتم معايا، ما تمشيو فين باش تشوفوا طريقه ديال التحضير ان شاء الله بحول الله. ما تمشيو فين، خليكم معايا. بعد ما درت مطيشه ودرت شويه زيت العود، غندير شويه البصل، قويش باش تجيني شحاله، شدت الزعتر حتى هو، وتعرفوا الزعتر كيجي زوين كيعطي واحد ديال الزعتر. ودابا خليكم مع الموسيقى. الموسيقى دابا كما كتشوفوا البنات،
غندير البيض بحال هكا. كنت مشتي هادي حيت كبيره ما تهزليش غير بيضه واحده، تقدر تهز ليا حتى ثلاثه على حسب الفلفله واش كبيره او صغيره. صافي بركه، هادي هزت لينا ثلاثه ديال البيضات اللي غطيح فيه غيشبع بيض. هادي هزت لنا جوج، هادي يمكن غتهز لنا حتى هي تقدر تهز جوج. هاديك هزت لنا جوج، عندها غتهز كتار. واخا واحد دقيقة كنصوب كندير واحد الفيديو. واخ هنا هزت لينا شوفو، هادي غتهز ليا حتى هي غتهز ليا، هزت ليا ثلاثة. نحاول ندير بحال هكا باش ما تميش ليا طيح ليا، نحاول نقادها. غندير الزعتر، كتشوفو ندير كل وحدة فيها شوية شي الزعتر، مبقاش ليا عند بالي راه كاين. المهم كل وحده غندير فيها غير شويه حيت راه درت في لاصوص كما كتشوفوا، راه كافي بق شويه. ها هو شويه هنا شويه هنا. المهم غندير شويه ديال البصل شويه، ما تقوش بزاف باش ما يجينيش داك الشي حار. بلاتي نهزك مامي، ندير شويه الملح باش ما يجينيش داك الشي مسوس. الملح دائما كنديرو على حسب الذوق، اللي ما بغاش يدير الملحه ما يديرش الملحه، اللي مثلا مريض بالملحه ولا شي حاجه بلاش ما يديرش. غندير شويه ديال هي الصراحه كوكا لقيت الفرماج محكوك ما لقيتوش عندي الصراحه، كوكا لقيتو حسن لكن ما لقيتوش شي مشكل. ما تكتروش الملحه لان الفرماج حتى هو مالح باش ما يجيكمش داك الشيء مالح. وصافي وغنغطيو كل وحيده، غنرجعو على دابا شكون اللي عقل على هادي من هادي، ديال من هادي وديال من هادي. هادي ما كنضمنش لهادي، كنضمن لهادي وهادي ما كنضمنش ديالها بنت ماشي ديالها، يمكن هادي يا هادي. هادي حلقه هنا فيها البيض بزاف، معليش معليش مش مشكل. صافي وهاي الاكله ديالنا سيدي، سريعه سريعه ما تحتاجش الوقت نهائيا. حنا درنا الفران على 350 درجه، خليناه يسخن باش يجينا داكشي نحطوه ويجينا داكشي ساهل ماهل. ولا تسمحي لينا نحطها في الفران على اختي، عطينا بشويه باش ما نديروش شي كريته.
معلش كان عليا نحيد هادي باش تقدر اكل. معلش ماشي مشكل، خليكم معايا حتى النهايه باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الاكله ديالنا. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. ها نتوما كيفاش كيجي، نعري لكم كيجي محمر، ولكن راه كنحيد هادو كنعريهم حتى كيتحمر ليا ونعاود نغطيها. البنات تي كنحيد هادو كنعري باش كيتحمر لي داكشي وكيتجمع، ما كيبقاش ما خصوش يبقى. ها نتوما كما كتشوفوا راه الكروفيت، سمحوا لي نسيتو قبيله، رانا درتهم من الفوق كتشوفوا كل واحد درنا ليه شويه شويه، وكنتمنى يعجبكم. وما تنساوش بغيتكم انا تفرقعوا ليا هاد الفيديو باللايف، باللايف ولي 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 انا انا انا, أنا مشيت مع اللايف ولي دالي عقلي اللايف. باللايك ما تقصروش من جهه اللايك، واللي ما مشاركش يدخل يدير سبسكرايب، هذه هي الوقيته، وديروا شي كومونتير زوين بحالكم، وبالصحة والراحة، وجربوهم راه كتجي لذيذة وكتجي غزالة وزوينة وسهلة، ماشي شي حاجة وماشي مكلفة، يعني ماشي شي ثمن اللي هو بايض ديال هاد الأكلة، وفي نفس الوقت صحية وبالصحة والراحة. ثانك يو فور واتشين، سي يو نيكست فيديو، باي باي عسيلاتي، ومنساش حتى الولاد، السلام عليكم. باي 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 باي.